ومعنا هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. مرحبا بك استاذ حسين. اذا النائبة مجدة التميمي تحدثت عن ايرادات اخفيت تتعلق بعمل المصافي النفطية وعموم حقل النفط والعقارات، ما حجم هذه الايرادات وما دلالات اخفائها؟ انا اعتقد الفساد هو اسس المشكلة في العراق، والفساد العراقي لا يمكن إصلاحه، لأن سبق وأن ذكرنا أنه فساد قمم. فساد القمم كما ذكر تقريركم هو الحيتان الكبار. هذا الفساد من الصعب جدا، لأنه الحكومة هي جزء من هذا الفساد، البرلمان جزء من هذا الفساد، قيادات الأحزاب هي جزء من هذا الفساد، فبالتالي لا يمكن إصلاحه. هذه الإيرادات مبالغ كبيرة مليارية. اليوم عندما نتكلم عن مصافي وعن نفط يسرق وعن مواد هي اصلا يجب ان تكون هي من ملك الشعب، لا يمكن لاي جهه اخرى ان تملكها، فما بالك بجهه تسرقها علنا في وضوح النهار، وهناك يعني منظمات دوليه مشاركه في هذه الجريمه، في جريمه سرقه النفط والمصافي والى اخره، قراصنه كبار موجودين يتعاملون مع هذه مع هؤلاء السماسرة وهؤلاء اللصوص. فالقضيه العراقيه قضيه كبيره جدا ومعقده، ولا اعتقد يعني قريبا ممكن إصلاحها بأي حال من الأحوال. إذن هل يمكن الآن تفسير أين ذهبت مليارات الدولارات في السنين السابقة ولم يجد العراقيون لها أي أثر على الأرض؟ يعني يا سيدي ببساطة جدا، تابع أرصدة المسؤولين في البنوك الخارجية ونعلم أين ذهبت. تابع العقارات التي يمتلكها المسؤولين العراقيين خارج العراق في دبي ولبنان وإنجلترا وغيرها من الدول الأوروبية، نعرف أين ذهبت هذه الأموال. الأموال ليس صعب جدا أن تعرف أين ذهبت، ولكن صعب جدا في العراق أن تستردها. اليوم نحن كمحللين كباحثين ندرك أين ذهبت، ولكن من يجرى على استردادها؟ لهذا السبب أنه من الصعب جدا استرداد هذه الأموال. ما جميع العراقيين يعلمون أين ذهبت، هي في جيوب كبار اللصوص من الساسة العراقيين اللي موجودين في إدارة الدولة الآن. نعم، بالحديث عن الموازنة المالية، كيف ترى إعطاء محافظات مدمرة كنينة والأنبار أقل حصة مالية من بين محافظات الأخرى؟ أخي العزيز، إذا لم نتخلص من سرطان الطائفية فستبقى هذه المشكلة قائمة، خصوصا في المناطق السنية التي تحتاج أكثر من الموازنة المقررة، فما بالك أن تخصم من أكبر مدينة بعد العاصمة لا تساوي أصغر مدينة أخرى. هذا سببها هي، هو السرطان الذي يدار به الدولة الآن، سرطان الطائفية. أسس المشكلة أيضا في أساس في إدارة العملية السياسية في العراق. اليوم هناك غياب المشروع الوطني وغياب إدارة الدولة على أسس المواطنة، هذه النتيجة الطبيعية لما النتيجة العادية لما نشاهدها اليوم في العراق. أسس المشكلة هي هذا السرطان الذي ابتلينا به، سرطان الطائفية السياسة العراقية. نعم، يعني مع منح الأموال الكبيرة لمحافظات ربما تبدو صغيرة مثل محافظة بابل، هل تتوقع أن يظهر أثر هذه المبالغ على واقع هذه المحافظات المتردي؟ لا، هنا المشكلة أخرى، هنا مشكلة الفساد. أنت اليوم تقصي محافظات كبيرة معروف لسبب مكونها وسبب فيه. أما أنت لا تصل الأموال إلى أصحابها ولا مستحقيها، هذه قضية فساد كما ذكرنا. فهي قضية مركبة، طائفية مع فساد يساوي حال العراق الآن. في أي سياق إذن يمكن أن يوضع رفض عادل عبد المهدي إعادة الموازنة للحكومة لتعديلها؟ طبعا هو يعني سيد عادل عبد المهدي يعني قبل تشكيل الحكومة ومباشرة في عملها استلم الموازنة. من كتب هذه الموازنة؟ هل الحكومة الحالية من الحكومة السابقة أم لجنة من البرلمان اتفقت فيما بينها؟ ولهذا السبب أنه لابد من إرجاع هذه الموازنة إلى البرلمان وإعادة كتابتها من جديد، على الأقل احترام المدن المدمرة واحترام تعداد سكان هذه المدن وهكذا الأمور. شكرا جزيلا لك كاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعاوي.